قلنا سنة ناطرين القاضي يرجع لشغله، وللأسف يعني كل منهم عم بيقدموا طلبات رد ومخاصمة الدولة. يعني هيدا الشيء كله بدل انه هن ما بدهم الحل، الحل موجود والحل هن بيعرفوه. نحن جينا بس بدنا نمشي التحقيق بكل بساطة، صار اشتباك مع الدرك برا، صار اشتباك مع الدرك جوا، بس نرجع بنقول يمكن شغلهم هن حرين، نحن بدنا نفوت على القصر بس يمشي التحقيق، بس يمشي التحقيق نحن بنفل. فتنا تنقابل رئيس مجلس قضاء الآلة سهيل عبود كرمال أول شيء نقول القصص اللي نحن عم توجعنا، وقديش نحن لهلأ بعد ما وصلنا لحل بموضوع المرفأ، وقديش في عرقلات عم بتصير واللي نحن بنعرف فيهم شو هن. هلأ هو كرئيس مجلس قضاء أعلى ما بيقدر يحكينا بالشق القانوني أكتر أو شيء، بيقدر بس إنه يقلنا إنه هو معنا، هو مع القضية ورح يعمل شغله للآخر. أكيد حكينا نحن بالمواضيع التانية اللي نحن ضدها مثل القاضي الرديف وغيرها من الأمور والتدخلات السياسية اللي عم بتصير. صار تكسير الازاز مرة موظف واحد طال استفز الاهل ونحن كنا فايتين، قال نحن قلنا حق يمشي التحقيق، نحن مش عم نتعدى احدا ولا نطلب شيء من حدا، عم نطلب انه اخواننا خي ماتوا من سنتين ونص، بعد هلا مش عارفين كيف ماتوا، لا عارفين كيف، لا عارفين اصلا باربع الساعه 6 و7 دقائق شو اللي صار معهم، لا فلان لما لقيناهم شقف ودفنيهم.